معلم كان سؤال ده مصافري كان بالعوي إنه هو عندنا سبب تنو وحيتا هاي قرآن كان برايم محاي يلي إنه سارق ميان سيد الكوين وكالاتو سيد راد ديد أنا نكرر إن المسؤول دي درين سيونو واحد نشأة تلمه يا للدين سؤال شد واحد تقول لي مركع سيد قرآن الله برا المئة للدين إيو إنها سيد سجع لسين كرا إيو أوش سيد وقول كرا فأنت ما واحد مؤاد مهم على خير ما محاضرة نرف شاكو بقى أنا حرصع هم دغال روسو قبل جميس ولا وكما ما معلك الله بركيو وهرين إنها للدين ما أصلا وراك الله برا وبعدين شيء يوروبي أمريكا ما كإيمانية وضمان مسلمين تجيه وقرآن كبحية ونمبر وان تو جلية وهديها وين فلسطين دي الإسخاف حتى ما قيل وأنا غبر كلام قرآن لكن وحال بها هل أنت سارق معنا ولا أنت بلوغ واحد هنا دين واحد بهنته ذل يفخر الإرادة سأصدق على الله معي إن أقول عن واحد كتير وحيو بعند ذلك فكر الإرادة ذلك فكر الإرادة نبى واحد غش شيء إنه مسات جي وأخي شيخ النادين هي صدقوا 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 على حياة مركز وصدقوا لي أنتوا صحيح وعي وحقا يروح يسوي بحش شوف ولا هي ما نغص ما المصدقة والله ما حولك كلام صامين صدق الله بحسه حولك خبرك هو بيع نك أفرت عليه هستي واحد أفرت هو بحش كان بعدنا حافظي بتري المهم هرسيا مالك ايوه وين هوت ننكي اقصد بالشوارع او انتو اللي حيبقى شو ما اقول عليه لكن درس كان مقلينه من نف اريك هنا من حوار العاك هنا من نف جيرك هنا من سعك هنا او ارجو قوي حتى حوار مالك هنا ننكي بقى صور رئيس توافع نظي مدى كده مثال كي بتغالي يمثل مثال كلاهتو شيخ النادين يعرك ما نغل سمار من صداقات ورنا بحق قول عليه انتو اسهين وعي او صور دي وشيخ مخفور قاتو يمغلق واح شوف شيء وارم والله وحكون صقامنا وخبر كوي يعني لكن شو ما كره شو ما كره إن أقول عن وخبرتان شو ما كره يعني معرين وأنا عارف إن الله بهي أوكي إن ما سيروح الله برا لا بس شيء وارم إن بوت عليه رسول بيقنن لكن وحي قنن عبسي أما شعيل وخبر أوكي سيد ردد أدان عبسي وخبرته وأتقرع دين قرآن هو برنا يعني دبسينا لكن بريبي كعريان وحفا إذا أنا كهلمي عيم لو أنت فعاد دون أخرى أجر كيش أنا خصوصا قلبي يوم دين الله يعري بقى أنا محنا وقت منافق منفرح لها أوفك دتك دين تكعيري قرآن كبريا قرآن كبريا وقرأي هي دين كعبر وعبرتي محاك ضم بين نبلا حلي ولا وقري ولا بريان ما عدو غبتين محاك ضم بين بي معناه بشي سوس لاي وهو عارف ضم هذا المدى دشين محاك ضم بين وعرف دوره ما حرام برد المها دين سودوي وش هذا عايز تسوي وش لحق لنا مرت وش اللي هو جورا تقول بحس سما وش واحد هو جورا يسوي سوسة خط حال معلن وش هجو جنن لكن صغيرة قول قول كذي وش هذا واحد يقعد عنده بحس لكن المه واحد بدل على إمو المو وين وحنا هلا وحنا وياه لكن دوسيا وحبام ميا لام بع حي دوسيا حي لام نعم عميان عيار ما تعلو شجع ما تعلو الماء شوي ما لوما يعلو صف بال في السياح نمر على كلا السياح حل يا السوق جرى يا مبلغ وحساب يا السوق كلا خلنا مبلغ كلا في الصحة أو مدك شنده غير كلا خدم بيع وعد ما نيا من بعد هذا معاني هذا صاد ده هو الصو أرضا خدم بيع أو هذا هو كوعي قابا صاد هذا أسد من الأهل أرضا ويدين عن اللي هي صاد هاي هم ما ودي قرتي وأنا أرضا خصوصا سيف على ده سوده ويسع الماء ومن القرآن كان لا توش وش كي شندق تمضغ الماء قري ما هم صاغ رعتين هي حفظ كور رمى هي مفي عناين هي حلا جس هي حطي ما حلا ما حلا محقر يوتين حارتين ويديها وجعلين مدة سبع سنوات شكل صح أسبوع لا ما شنبري كل هذا شنبري وتبغى ما يستم أنا لا ما يستم أبغى يوري لا براي سمع إنه أول شيء كي سوري كبعد القرآن كي إنه بقول لي يا شيخ دوله كبعد الله يمن سمين وش يقول تلا يا الله يمن الله يك أصوره وحفر السماء يا كو قرآن كو قرآن هبلاه أدي حفابي كم سيف عمبا
adoo hal xabo qoraan xibsan yahay halka lyn kale lyn la siinayo saf buu leeyay midigtaada bidixdaada hortada meel fiican fariis maxaa yeele waa xafid qoraan ilaah ba karaamayay subxana watacala ilmuhu ha arkaano magacna ka bedelaysaa ma uu yeertida cali iyo faarax macalin cali macalin faarax macalin jaamac macalin cabdul magaca bedelaysaa isago suu u jeclaanayo kuwaas maxaa si magaca loo dhexa mataqaanaan kuwaasaa loo digahaya kuwaasaa waxaa looga dhigahaya nana ha way jeclaanayaan inay soo gaaraan meesha macalin abdulxadi wiil sawa sheekeeyey waxaas waa sheekh ciyaaleed waxaan ku yiri anagu maxaan ka shaqeynay ciyaal baan ka shaqeynaay haddaa rabtid oo dhaqantid ciyaal sida dadka waaweyn oo dhusanta waa inaad caaliga ciyaal ku shaqeysaan mataqaana magaceena waxaa leh macalin subyaan macalinka ilma shaqada nama intaas bay marka yaan ka bixin sheekade shaga u samaynaysa kuwa ku xiga oo qur-aanka wlidhamel qur-aan fiican gaaraya lyn bay leeyihiin lynkaas marka waa la kala darajo sareeya kuwa kusii xiga oo qur-aanka kasoo baxa ontimeka qur-aanka kasoo baxana lyn ku xiga leeyihin kuwa dambeeto way kusii xigaan marka kuwaasna kuwaas waa dalay adaa dishayba adugoona la cay ma jirto ceeban ma jirto laakiin waa u sheegaysaa sheekadaana sheeke qarsoon ma aha oo ashuun ku adiraan adugu qur-aanka soo fadhiisa ma ahaan horaa u sheegaysaa sharciga dusada ka mid tahay ada ugu qur-aanka badan la usoo horeynaya ka dhameeya saf horu leeyah salli cidda u sheeg hoyaaba salli qatar soo gadaya africa waan aqaana ciidaa maa fadhiisaa soma fadiyaa maa ciidaa fadhiyaan salli khatar u leeyah adab marka kuwaas o dhan meesha cunugaa fadhiyo way ka masayrayaan ka dhibanayaan ha hadda mudday ugu qaadanaysa mudday kugu qaadanaysa hal maalin ay wax ahay waxaa rabaa inaad soo saartid dugsi kala dambayn leh oo qof walba kursigiisa yaqaano ha iyo meeshau leeyahay oo uu darajo ilaashanayo marka bereega loo yaacayo iska yaac ma aha macna joji haqaldamin sidii loo soo kala horiya u dirayna ha xataa haddii midka xaafid qoraan soo dahay u dambaynaya isag u taala kii soo horreeya horbaxaya hadhowti marka lasoo gelayana waa indhaha furan yihin sida loo soo kala horbaya sida loo yimi waa lasoo tartamaya marka hadhow la baxaya ataa qodo cunshara dhamaadaan sidaa loo baxaya ataa sharcigu inaa barta qof hadhowti haddii arday dhaco isku day inuu baxo asagoo soo daahay ciqaab wuxuu leeyahay ah oo dhowr daqa isii daaho dil maaha dhowr daqa isii daahinaysa isku dayta waa inay bartaa sharciga oo nadaamiya shagooyin ba kuwa dhibka badan leh shagooyin magacow kabaha ka nadiifiyo kala nadaamiyo saa u sheegay mu kala nadaamiya waxaa nadaamiyaha kabaha asagoo ma taabanayo kuwii kabaha layi buu leeyahay lynka gelsho xagga saaro kala toosinaya waa shago weyn dadka waa laga dambeeyay ninkaas isaga qaabilsan kuwa mid ardow tiriya tiranaya waa jago laakiin shardi bay ku xiran tahay inuu kabaha kala nadaamsho ardada tiriyo waa inuu ontime xilligiis saacadiis ku yimaada kow qur-aankana kusoo baxa haddii jagada laga qaaday mid kale magacaabaysa jagadaas waa lagu dhintaa bahleeli karama magacyada iyo ammaanta iyo asbuucii maalin sane ay xaafadaha soo qaadaan xoogaa ay lagu sheeheeyo lagu cayaa oo la fariisto maanta dusi u dambeeya waa aadder adduu maalinta goosid lawada cayaaro oo mid sheekeeyo lasoo diyaar sheekada adiga ha say u jecel yihiin hal dhegeysto asoo hadlo kuwii marka aan fiicnayn ama gambiyey ama qur-aanka soo daahay ma sheekayn doonaan xataa mararka qaarkood waxaa ma keeni doon waa leey waba xafada ma kasoo qaadi karta waxma keeni karta adiga waxaa ma loo baahno maxaa yeele ma cayaarin mana sheekayn sidaa daraaddeed waxaa leeyahay faaqidu shayin laa yucdi wax la waayalays ma siiyo dusigan haddaan waxba oolinin maxaa bixin naarta maxaa maysanabe ammaan ma lihin wax bixin ma lihin cayaar ma lihin jagooyin ma lihin hore un sheegay waa inaad leedahay wax asmaysid bidido ushana step by step maalinta hore soo yare maalinta agtaada dhigo maalinta kore meel kore saar xagga saar adday agtaada taallo gacantaa baranayso ma ku dhufanaysa iska ilaa iska fogee laakiin waa mar ay kuka nadaamsan yihiin sheekooyin samey xilli la sheekaysto qur-aanka qur-aanka iyada maya qur-aanka boobsi waqti badan baa haysataaye qur-aanka inaad boobsiso waxaa ka muhiimsan inaad ilmaha niyaduwaa dhistid diinta jeclaysiisid sira uga sheekayso qur-aanka waxa lagu gaarayana usheeg uusoo celi maxaa qur-aanka lagu gaara mucallimhabe sheekhabe saxaabadii ambiyadii qur-aanka jannada waxa qalbiga ka soo rid ha janna hortooda ka wuxuu ka gabaynayaa macalin baa dhowr jeerna waa sheegay la yidhi ilmaha mau sheekayt wuxuu sheekeeyay ma sheekayn jiri maxaa dhacaa la yidhi wuxuu yidhi mid baan ku yidhi maalin maa kulligood baan dhahay mid walba wuxuu jecel yahay ii sheego
mid baa dhahay inaan saxaabin oo jaraan oo saxaabin maxaa ku fashay hooyo hameenka saare hal saxaabin noo sheegaysa ilaa aan saxaabin ka jeclaaday macna wuxuu isku ooy maanta laga bilaabaa inuu u shakeeya oo ambiyadii saxaabadii quraankii saalixiintii seefkii wuxuu maalin u sheekeeya ilaa ilmihii wuxuu dhihi kulli isa qalbi jeclaade marka dadka qalbiga laga dhisaa haddaa qalbi qalaal ku rido waxaa marku hagaya sidaa daraaddeed usha waa laga guuri karaa cidda ugu daran orta inagala dhasha ulaay wax la bari karana waa waalidka waalidka haddaa waalidka baranin in ulaa wax la dhigi karo waxaa ma dhigi doonto waxau dhigi doona imaa dib imaa garac inta sa waa mu leya macalin inay canjeerada ma diid maxaad canjeerada kaga jira maxaad canjeerada qusayan macalin maahay sidaa daraaddeed hala dadaalo ilaahi subana xaqa hana waafajiyo macalimiinta iyo ilmahana dhexooya laga faaiysanoya la isku dira waxaa isku dara waalidiinta waa qar hala dadaalo وبلا توفيق